دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هيعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بيعقب الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاع البترول ثم مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير البترول. النهاردة هيحيي النجم الكبير علي الحجار حفل غنائي بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفوني قيادة المايسترو أحمد فرج، بيسبقه فاصل للموهبة الإماراتية الواعدة أحمد الهاشمي على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 9 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أهمها مباراة برشلونة الأسباني مع بايرن ميونخ الألماني في تمام الساعة 10 ليلاً، ومباراة ليفربول الإنجليزي مع لايبزيج الألماني في تمام الساعة 10 ليلاً أيضاً.